الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي تذهل في مبادئ إشراق أنواره الحوادق والنواظر، وتتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر، العالم بخفايا السرائر، العليم بمكنونات الضمائر، إذا أراد قضي المراد، وإذا حكم فلا معقب لحكمه، وإذا قضى فلا راد لقضائه. سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذا الشهر الكريم على ما يرضيه عنا من صالح الأعمال. أيها الإخوة الكرام، وقفات سريعة مع بداية هذا الشهر الكريم. الأمر الأول، لابد للعبد أن يستشعر نعمة الله عليه أن بلغه شهر رمضان. فهناك من الناس من مات قبل دقائق من أول ليل، فاحمد الله عز وجل قولا وعملا وحالا على هذه النعمة. والأمر الثاني، لابد أن تؤسس في قلبك يقينا على إرادة الله الخير لك. لابد أن تؤسس في قلبك يقينا ثابتا ويقينا جازما أن الله عز وجل لا يريد لك إلا الخير ولا يريد بك إلا الخير. ماذا تنتظر من رب عظيم رحيم أغلق أبواب النيران وفتح أبواب الجنان وأرسل مناد ينادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر؟ ماذا تنتظر منه؟ إنه الله عز وجل الذي يقول في كتابه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلا بد للعبد أن يؤسس هذا اليقين مع بداية شهر رمضان، اليقين الثابت أن الله عز وجل لا يريد لك إلا الخير. الأمر الثالث، أيها الإخوة الكرام، أننا نحتاج إلى أن نجمع شتات قلوبنا على هدف وعلى غاية. فحاجات الإنسان متشعبة ومتعددة، ولكننا نريد أن نجمع هذه الأهداف وأن نجمع هذه الغايات على هدف واحد وعلى غاية واحدة، وهي إرادة العفو من الله. لا تكون لك رغبة ولا طلب ولا إرادة ولا حاجة إلا أن يعفو الله عز وجل عنك، فألح على الله بهذا الطلب. اجمع قلبك واجمع شتات قلبك على هذا الأمر،
الإخوة الكرام، يجب أول ما يبدأ به العبد في هذا الشهر أن يعمل على تنظيف قلبه، هذا القلب الذي هو محل الخير والرحمة والسكينة التي تنزل من الله على العبد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء صقالة، إن لكل شيء صقالة، وصقالة القلب ذكر الله عز وجل، وما من عمل أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء صقالة. الصقالة هي أداة التنظيف، لكل شيء شيء ينظفه. وكيفية أن ينظف العبد قلبه بذكر الله عز وجل: إن لكل شيء صقالة، وصقالة القلب ذكر الله عز وجل، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع. أيها الإخوة الكرام، نحتاج في ظل انشغالنا في هذه الحياة أن نفرغ من أوقاتنا لله عز وجل. نعم، نحتاج أن نستقطع من أوقاتنا أحبها إليه، لله، لله عز وجل، كما قال سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فلذلك تحتاج أن تستقطع من أحب الأوقات إليك وقتا لربك جل وعلا. إذا كان ما تطلبه غاليا ونفيسا، لو حزته لحزت على النجاة يوم القيامة، فلا بد وأن يدفع ثمنا غاليا حتى تنال هذه الجائزة، ألا وهو عفو الله. فإذا كنت حقا صادقا، فلا بد أن تفرغ من وقتك لربك، ومن الأدب مع الله عز وجل ألا نعطي الله الفضل من أوقاتنا. عندما أكون فارغا أتعبد إلى الله، عندما لا أكون منشغلا أقرأ القرآن. إنه من الأدب مع الله عز وجل في عموم أوقاتك، وفي شهر رمضان بالذات من الأدب مع الله أن تستقطع من أحب الأوقات إليك وقتا لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هناك عبادة مفتقدة، هذه العبادة دائما ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف ومن بعدهم يتعبدون الله عز وجل بها، هذه العبادة، وهي أن تجعل وقتا قبل العبادة تمهيدا للعبادة، وهذا ما يسمى في العلم التصور الذهني للعبادة. فقبل أن تؤدي الصلاة لا بد أن يكون هناك وقت تجلس فيه تجمع شتات قلبك حتى تؤدي هذه العبادة بحضور قلب لله عز وجل. فلا بد أن تستقطع من وقتك وقتا قبل أدائك للعبادة تستحضر فيها ثواب هذه العبادة، وهذا ما يسمى باحتساب الأجر. فأنت مطالب مثلا وأنت تتسحر
حتى تتقوى على الصيام ألا يكون هذا هدفك، وإنما تحتسب أن هذه سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجلس قبل السحور وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فلا يكون سحورك بغرض التقوي على الصيام فحسب، إنما احتسابا للأجر من الله عز وجل. عندما تقوم في صلاة القيام في شهر رمضان تحتسب وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قبل أن تقرأ القرآن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تستحضر ثواب الله عز وجل قبل أدائك لهذه العبادة. عندما يعمل العبد ويعمد أن يوفر من وقته قبل أدائه للعبادة، هذا الوقت ستختلف لذة العبادة بين يديه، وسيجد لهذه العبادة طعما مختلفا. أيها الإخوة الكرام، كان أحد السلف يقول عن حالة لا بد لكل عبد إذا من الله عليه أن يشعر بها، فسأقرأ لك هذه الحالة وسل نفسك: هل مرت بك ومر بك هذا الشعور وهذا الإحساس؟ يقول: أجمل شيء في هذه الدنيا أن يستعملك الله عز وجل في طاعته. يقول: أجمل شيء في هذه الدنيا أن يستعملك الله عز وجل في طاعته. فالشعور بأن الله يستعملك دون غيرك من عبادك هو إحساس رائع يتملكك، حتى إنك لتكاد تشعر أن هناك يدا حانية توضع على خدك فتدير وجهك إلى ما يرضي ربك، حتى إنك لتكاد تشعر أن هناك يدا حانية تلمس خدك لتدير وجهك إلى ما يرضي ربك، وتلفت انتباهك إلى ما يرضيه، وتشعر بهذه اليد الحانية في ظهرك تمنعك من التراجع وتدفعك إلى التقدم، وتستشعر أن هذه اليد تمنعك من السقوط وتشعرك بأنك مسنود. هذه نعمة من الله عز وجل، أن تستشعر أنك تدفع إلى الطاعة دفعا، أن تستشعر أنك في كل خطوة تخطوها في هذه الحياة تجد أن الله يسدد وجهك إلى مراضيه وإلى ما يجعلك قريبا منه. هل يستوي هذا ومع إنسان آخر كلما وضع يده أو قدمه أو أدار وجهه تلمس معصية من معاصي الله فينال من مساخط الله ما ينال؟ إذن أيها الإخوة الكرام، عندما يشعر العبد بأنه يعيش في هذه المعية وفي هذا الحفظ، لا بد أن يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله دوامه.
ومن لم يشعر بهذا الإحساس وبهذه النعمة لابد وأن يخلص لله عز وجل وأن يلجأ إلى الله بصدق في هذا الشهر الكريم، أن يمن عليه بهذه الرعاية وهذه الحماية التي تدفع العبد في النهاية إلى أن يكون من عباد الله الآمنين بين يديه يوم أن يقفوا بين يدي الله. نسأل الله العلي القدير أن يعيننا في هذه الأيام المباركة على ما يرضيه عنا من صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله.